ونتحول إلى متابعة لآخر أكبر طقس ووقفة أخيرة مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا نادينا. شكرا محمد. مشاهدينا توقعات هيئة أرصاد الجو نتابعها في هذه الوقفة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 17 الصغرى، فيها 9 الإسكندرية، 17 10 مطروح، 15 8 بورسعيد، 17 11 ومحافظة الإسماعيلية العظمى فيها 18 والصغرى 7. أما محافظة السويس العظمى فيها 17 الصغرى فيها 9، العريش 16 9، طابة 16 10، شرم الشيخ 21 العظمى فيها، أما الصغرى فيها 12، الغردقة 20 11. إلى محافظة الأقصر العظمى فيها 20 الصغرى 9، أسوان 21 10، الوادي الجديد 20-6، شلاتين 23-13، أما حلايب العظمى فيها 22 والصغرى 14. والآن نستعرض وإياكم من درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.